دين. للأسف الفكر السلفي الجهل أخذوا آراء ابن تيمية عملوها فوق القرآن وفوق السنة وفوق التاريخ الإسلامي الناصع البياض. فحضرتك أنا لما أعمل مراجعة لفتاوى ابن تيمية في مردين، اما اجي النهارده ما خلينا نتكلم بصراحه، نقول لموطن النشأة يا اخوانا اعملوا مراجعات لاراء عبد العزيز بن باز وابن عثيمين وابن جبريل، مش هينفع. طب ما الازهر يعمل مراجعه. شوف هقول لحضرتك حاجه، بيعمل صدقني والله العظيم. انا اقول لك، انا يعني اعترف لك على الهوى، انا في بعض المواقف لم افهمها من الحماس والغيره، لكن اتضح ان الحمد لله رب العالمين الازهر بيمشي بحكمه وفي مجهودات والله مبشره ومرصد الازهر يعني. ايوه سعادتك لما تقول كده، اعاده اجتهاد في فقه هم بيعملوا، اليس هذه رساله الازهر؟ بيعملوها. انا مش بقول لك حضرتك كعمل فردي او ادعي بطوله، والله بتتعمل وبيراجعوا بعض المرويات التراثيه وبينبهوا عليها، خدت بالك؟ بس ما تنساش يا استاذ حمدي ان التركه اللي حملها الازهر على مدار 50 سنة، لا تنسى ولا ينسى المشاهدين والمواطنين، 30 سنة في نظام الرئيس مبارك والسادات، السادات اعطى قبلة الحياة للاخوان، مبارك الصفقات مع الاخوان وسمح للسلفية في التغول عبر 10 فضائيات، دخل النجوع والكفور والعزب، وشفنا الغطر والشباشب اعزكم الله، وشفنا اقتحام يعني، ده احنا شفنا سنة سودة ايام الاخوان. انا بقولك اهو، كنت ابقى في المحاضرة في جامعة الازهر، يدخل عليا ولد سلفي بالشبشب والجلابية والجاكت ويقول مش عارف جيل النصر المنشود، السيارة تنتظركم عشان تروح تسمعوا الشيخ فلان، وكانت ولا تزال سيارات بتاتي من الدعوة السلفية تحمل طلاب الازهر من المدن الجامعية ومدينة البعوث الاسلامية، وده بلاغ، خدت بالك؟ يروحوا للشيخ فلان، يرجعوا معبئين ضد الازهر نفسه، صدقني، عشان خايف على البلد. السلفيه خطر على الازهر؟ السلفيه خطر على الاسلام نفسه. وما يجي النهارده شيخ سلفي او امبارح في اذاعه موطن النشأة يقول ان ربنا ليه ذيل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. انت منتظر ايه؟ منتظر ايه لما 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 ينالوا من الذات الالهيه وراجل يقول لك ايه؟ اصل لو ثبت ان الله ليه ذيل هنقر انه ليه ذيل عشان توحيد الاسماء والصفات. ده كلام ما يتقالش من حشاشين، كلام لا يقال من مخمورين، كلام لا يقال من مجانين. فإلى متى حضرتك إن الدعوة الإسلامية تكون رهن ذهب المعز وسيفه؟ لا، أنا نطل هذين السلاحين، الإسلام ليس لا لذهب فلان ولا لسيف فلان لمؤامرات سياسية، لأن الأمر النهارده يتعلق بسمعة الدين ومكان الدين وأمن مواطنين. يعني شوف حضرتك لما نقرا سوره طه، انا بقول لك السلفيه ما بيقروش والله، لان هم لا يفهمون الا شهوتي البطن والفرج. هو كبيرهم مش طبيب اطفال؟ ايوه، انا بقول لحضرتك ايه علاقته بالفقه؟ ايوه، سداح مداح يا مولانا، سمك لبن تمر هندي. فايش حضرتك لما نقرا سوره طه، شوف سيدنا موسى عليه السلام لما ذهب للميقات لمناجاه الله 40 يوما، تمام، استخلف على بني إسرائيل مين؟ سيدنا هارون عليه السلام. الإسرائيليون بالجينات اللي هم عاشوا فيها عايزين الإله المجسد، نفس عقيدة السلفية، هم على فكرة السلفية واخدين عقيدة الإله المجسد من الثقافة اليهودية.